مرحبا بكم مع حكيمة العاصمة. انا راني رايحه ندير السردين. انا هاد السردين شوفوا لي رقيق، راني حنديرو شطيطحه، راني حنديزوسي، يعني نحيلو الشوك تاعو، يجيني ساهل بعد ما نحيلو الشوك على كي يكون صغير بزاف يروح لنا في المقله. انا لازم نحب ندير شطيطحه وراس توم شويه، يعني التوم تكون كميه كبيره باش نديرو الشطيطحه تاعنا ونديرو الدرسه تاع السردين. وعندي مغرفه تاع طوماطيش والعكري هو حلو هو حار، وفلفل الكحل خلطته بالكمون. ودوك راني رايحه نبدا ندير يعني التدبيره تاع السردين تاعي. حنبدا يعني ندير الثوم، هذاك الثوم تاعي اللي راكيتو درتو كيما تحبوا، وهذيك مغرفه تاع الطوماطيش، ونزيدو نديرو شويه ملح، ما نملحوش بزاف، ونديرو هذاك الكمون والعكري هو الكمون فيه في الكحل والحار ما نكتروش، ونخلطو يعني هذيك المقادير يعني اللي درناهم كاع التوابل، ونخلو يشرب يعني الدرسه تاعو. مرحبا بكم حكيمة العاصمة. انا هنا السردين تاعي يعني نقيتو، وكي يكون صغير هكا يعني نحولو هاد الشوك تاعو ونديرو شطيطحه، وشطيطحه كيما تعرفوا تاني بنينه، وعندنا راس تاع توم كبير يعني نقسمو، ومغرفه تاع طوماطيش، والعكري حار وهو يعني شويه حار وحلو، وفلفل الكحل خلطتو مع الكمون، وكيما تعرفوا السردين يحب الكمون. واني رايحه يعني نديرلو يعني نديرلو لاصوص تاعو تاع الشطيطحه تاع السردين، ونديرو يعني نخليه في وقت كبير مع باش يشرب كاع يعني هذيك الشرمولات تاعو. راني بديت نقلي في السردين كيما راكم تشوفوا، يعني كي نكملو القلية نوريهولكم ان شاء الله. هاو السردين شاهدكم في الجنة، وتاكلوه بالصحة.